شهر رمضان الكريم يكسر الكبر في القلوب، فمن افتخر بعبادته واغتر بأعماله جاءه رمضان ليخبره أن هناك من ينافسه على فعل الخيرات بل يسبقه، فترى الأعداد الهائلة تقصد الجوامع والمساجد، فيستصغر الإنسان نفسه أمام تلك الأعداد، وإذا سمع بكاء الباكين ولم تدمع عينه أيقن أن لله عبادا لا يملكون أعينهم إذا سمعوا كلام ربهم، فيقول أين أنا من هذا كله؟ وإذا ختم القرآن مرة فسوف يجد أن هناك من ختمه 60 مرة، فيرثي حاله ويقل كبره وتزيد همته للإكثار من الطاعات. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ ذلك.